Caricature. كاريكاتور. عدنا والعود احمد ومرحبا بكم. هذه كاريكاتور متواصله معكم للسبعه ونص على غاديو ميد. ضيفنا بحذانا في كاريكاتور هو اسمه على جسمه تقريبا على اسم ليميسيون. هو جورناليست كاريكاتوريست سيناريست. اعطيو لي زانديس يا جماعه قبل ما نقدموا ضيفنا. بابا اللي اعطيني انديس. راجل يفد ياسر من البكبك. اي بابوكا لا بريس وصحافه وخشم كبير. ايوه باهي بابا زيد زيد التوى ما طلعتوها. لا لا كمل كمل زيد زيد عندي سخ. هو اش عنا يا اخي؟ مو عنا لطفي العماري ولطفي بوشناق القلابس القلابس وهو القلابس بار اكزامبل. اي القلابس عنا لطيفي سياسي. اي حاجه اخرى حاجه اخرى. مازال 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 عنا الحاجه كلوف. اي اي عنا الشيشيه الشيشيه. ايوه شيشيه ولا شيشيه. هو لطفي بن ساسي. اهلا وسهلا مرحبا بك. عسلامة مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين نتاع راديو ميت. مرحبا بك. دونك انت في المهنه اللي نخدموا فيها احنا تقريبا الرؤيه الساخره للاحداث السياسيه والثقافيه والاجتماعيه في كاريكاتور. انت ان بروفيسيونيل دي دو ديسان ديمور اي دو لا كاريكاتور هكا ولا في لا بريس نجم نقول. ايوا دونك باش تقعد معنا حتى كشي لسبعة ونص سي لطفي بن ساسي نحكي شويه على مواضيع على اكتواليتي. قداش تفجع باش تقعد معنا كاين رئيس مركز انا في بلاصتك جيت تحكي لي باش نورو اي تقعد معنا سبعة ونص. لاباس 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 غير بدك تعريف ولا لكن اونتر تون عندنا نواغ بلون بيان سور. نواغ بلون نواغ بلون نواغ بلون. كل ما في هذه الفقره عاتي على الواقع هو من وحي التنبير وعلى هيك كل الأنواع اللي تعاني من نغرة وينقرها الدم ما عليها كان تشوف بلاصة ما فيهاش حرية التعبير. برنامج ممنوع عن نغرة. أيوة سيدي أي. اليوم باش نحكيو نواري بلون على اعلامي ذاع سيتو في تونس ولا يزال اسمه معز بن غربيه. ما هو بعد ما خرج من سويسرا لتونس على خاطر الباجي. كانت تجربه كما اي تجارب الحياه. تجربه السجن ما كانتش مطوله لاني اعتقد بانه ولو انه فما حكم صدر عن المحكمه اليوم الابتدائيه لكن اعتقد بانه المحكمه اقتنعت بانه القضيه لا هي قضيه تحايل ولا هي قضيه موحش في شان رئيس الجمهوريه. ايوه هذه سويسرا تونس اللي هي المرنقيه. من سويسرا تونس إلى سويسرا أوروبا وزاد على خاطر البيجي زاد كيف كيف. يكفي كذبنا هذا الشعب اللي كذبتم عليه وسرقتم ثورته وسرقتم أمواله ونهبتموه إلى درجة إفلاس الدولة. يكفي كذبنا السيد بيجي قائد سبسي. يكفي كذبنا رئيس الحكومة هو اللي معه وسيد الرئيس وكل محاولات اللي عملهم في السابق للتوافق وغيره والكلام هذا. كلام كبير. توا فهمت علاش البيجي قال بن غربية انت لازم تسكت وتسمع. هل يشفع له كل هذا من تحت على اليوسفين فقط؟ انت مليح. اليساريين ايضا والاسلاميين معه. مليح. الموضوع ما يلزمك تسكت وتسمع. نسمع في البيجي. اي اما في بالي الساكت عن الحق شيطان اخرس والمتستر على جريمه شريك فيها. هكا ولينا نحكيوا على السياسه مش هكا سي مقداد السيلي. نحب نقول لك حاجه اللي احنا قرينا اللي لا بوليتيك سو ديفيز اون دو بارتي لا روز اي لا فورس. الحيله والقوه. الحيله اش معناها الحيله؟ فما تكتيك فما دهاء فما مكر فما خبث فما كذا فما اخذ وعطاء. اي فما اخذ وعطاء وتكتيك صحيح فهمنا لك لماذا ما تعلمنا زاده اللي يحسب وحده يفضله واللعب مع الكبار يقصر من الاعمار. اي نعم. توا كي عندك معلومات خطيره سي بن غربيه علاش ما قلتيش وش هكا سي جلال بريكه؟ من قتل شكري بالعيد وعندك انت شكون قتل شكري؟ قول هاك حر في سويسرا انت تروح قول كيفاش سمينا شكون قتل شكري بالعيد؟ ما كنحمي انت بالبوليس السويسري تكلم هكا خلينا نسمعوك اينو ديبل تاع فيديو بالمرده لاينو ديبل قداش قتل شكري؟ قداش قتل شكري؟ قداش قتل شكري؟ قداش قتل شكري؟ اللي فهمته انك تعرف برشا اسرار نتاع الدوله وانت ما تخاف متستر بها يا تحب تسمسر بها تحب تاخذ بها فلوس وما حبوش يعطيوك ولا طلبت برشا وشو صفاتهم دوم 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 سي كوا ولا تخدم بيك الاخوانجيه ولا يخدموا بيك الامريكان ولا يخدموا بيك سمي قول اللي قتل شكري بالعيد الامر خرج من عند القائد نتاع الحزب الفلاني واللي نفذ العمليه في الفلان الفلاني بدك قول ساشون كل اللي ماضي عذبني برشا في المونتاج. اول مره نسمع حاجه متربيه نتاع نرجعوا في برشا تيتا برشا تيتا ونحكي الكل نرجع بالغربية. ما هو بعث تصاور من مقر إقامته من سويسرا وبالتحديد من أوتيل اسمه إكسلسيور تاع سويسرا هذية حسب ما قال مصف القروي مدير قناة التاسعة على إي إف إم. اللي معاه اليوم هو في سيكاتريك موجود في لوز وبدأ يرن معاه
كان شنابيد ينتمي فهمت. النزل هذا اسمه اكسل شور، راهو حصريا نعطي اسمه النزل. شو اسمه النزل؟ اكسل شور. معلش قالوا شو اسمه؟ اكسل شور جراند لاك. تنجم تدخل على الانترنت تلقاه موجود في مدينه مونترو السويسرية. هو نزل اربع نجوم في مدينه مونترو، جراند اوتيل اكسل شور اسمه بالضبط. في ان سنتر بيوتونيس في وسط النزل، هو كيما اللي بعد خاوت حاجه في تلاسوثيرابي. في ان سنتر بريزون فور. ايوه اللي باش يختار هو الادريس صحيح بالضبط. عطاه بالتدقيق. اي قالوا اربع بيوت. سالوا المنشط قالوا يا اخي معز بحذاك؟ قال موجود بجانبك. هو نجم نكلم معز بن، يجم يدخل معانا توا معز بن غربية. والله انا قعدت في اللوب نتاع النزل نستنى فيكم باش تطلبوني، وهو في البيشين كان تطلبني ربع ساعة اخرى ولا ربع دراهم. نطلبك ربع ساعة اخرى هكاك، خلينا ناكدوا المعلومة تأكيد تام يعني على هو ما معنى يعني اكيد متأكدين من كلامك. بربي فهموني انا ما فهمتش خاطر معناتها معسفي اختار وقالوا على ادريس نتاعو، قالوا ادخل على الانترنت وشوف لوتيل، وراه لوتيل اسمه اكسلسيور ويعمل في عمر في البيسين، وراجل في اختار يتبع في السولد ويعمل في شوبينغ وراه. انا ما فهمتش الحكايه فهموني فريمون. ما ريناش كلها اسئله مطروحه. اي لك المواطن التونسي يحب يعرف ايش يحب يقول معز بغربيه من الفيديو اللي عمله في سويسرا، هاو حب يقول لازم شنو حاجه نحكي لكم على عاس. معروف هو ياسر، لا فايده في ذكر الاسماء. ها او يخدم في معمل هكا بتاع الساق بوجهين، هاي الحسيب شحال فيه. نهار جال وحده هجاله باتم معنى الكلمه، وشرطت عليها بعض الشروطات هكا اللي هي ظهرت لها مجحفه شويه. في الاول كان رد فعلها الرفض البات، يا اخي هو بات ما اصبح. بعد كي لح عليها ورمات له لحطات، يا اخي مالها القاتله؟ قالت له شوف كيفاش، اعطيني مالها مهله نفهم. في الاثناء علاش موش مشات شاورت سيدنا الشيخ وبرنامج يسالونك عن تونس والاستاذ بن يونس. هاك السنه والهجاله شنو باش تعمل؟ نتقابلوا في الحلقه القادمه ان شاء الله في نواغي بلو. انا بيت شكون هالهجاله؟ انا بيت اوجي. لا لا نبيل انا قلت انا. ايوه شكون هالهجاله؟ احكي على العازب والهجاله. اي شكون هالهجاله؟ شرط العازب على الهجاله. العازب في سويسرا والهجاله والهجاله تو نعرفوها في الحلقه القادمه. كم شاف السيد احكي عليهم انا. مي شلت في بن سيسي شنو رايك في الموضوع هذا؟ مش كل حاجه شنو ظهر سيريو ياسر معناها. لا 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 هو ما فهم السيريو في الميسيون هذه. شوف انا ريت اللي فما كتاب خرجته في فرنسا اسمه لا تيليفزيون رونفو، معناها التلفزه تهبل. انا يظهر لي في تونس التلفاز الخاصه ولا كيما رخص البار ولا حاجه معبين بالمشاكل. معناها سامي لي تلفزه ما فيهاش مشكل. يظهر لي لي بوليميك معناتها. لا لا مش لي بوليميك، لي كا بسيكياتريك باثولوجيك المرضى فوالا. واحد ندرى شنو والاخر تشد يعمل في شونتاج لوم دافير يحب يدخل لتونس ب 300 مليون. الاخر تشد وهو بيدو عاود سايبوه تشد ب 3800 يورو في الديوانه. والاخر حصيله انا يظهر لي يظهر لي وليت حكايه نتاع وسخ التلفزه في تونس، وليت حكايه نتاع وسخ. سميه لي واحد عنده تلفزه في تونس خاصه وما عندوش حاجه من غير ما نسمي انا برشا وسخ. دونك انا نتصور اللي التلفزه قاعده تقتل في التلفزه تو، خاطر تو بشويه بشويه العباد يقولوا يا سايب علينا اما يقول لك اليوم معناتها انا كصحافي عندي ماتير باش نختم بها وكهو معناتها موجوده ماتير عرفوها الناس الكل عملت بوليميك دونك هذيك ماتير نجم نخدم بها ديزيميسيون تاعي نخدم بها برنامج جدي او برنامج ساخر او معناتها شو الصحافي تبدا عنده انفورماسيون مازموش يولي طرف في الحكايه. هاي الانفورماسيون عن فلان قال فلان ندرى شنو نجم يعطي رايه زاد الراي حر، اما مازموش واحد تغلي شربه في مخه وتصور لي هو باش يقلب الدنيا ولا باش يعمل حاجه. هو ثقافه البوز. اما سي لطفي طول حاجه المحسوبه ربما المعز انا ما مشيتش للتلفزه نتاعو، ما اختارش انه عنده تلفزه قناه كان نجم يطلع في القناه نتاعو ويعمل بوز في القناه نتاعو وعمل فيديو هبط على الواحد يعني ما استغلش القناه. اي زعما فما تهديدات ما نجمش. لا نجم يتكلم في تلفزه نقاط استفهام. لا لا هو ما استغلش التلفزه نتاعو، كان نجم يطلع يعمل نرش دوكيومنتير يطلع في التلفزه نتاعو ويتكلم كما عرفنا برشا يتكلموا في التلفزه. هو اللي اختار انه يعمل فيديو بعد التلفزه نتاعو على الصراع هذايا.
انا ما نتصوروش بعد ضروره معنا باش يقول حاجات كيما هكا كبار معنا سيرمون فما بعد تهديد تاع قتل وبرشا حاجات معنا محلاه يدخل الاستوديو يقول بكل بعد يخرج باب التلال اي كوميم عمل فيديو هو فانتو اي هي قلب الدنيا الفيديو هذا معناتها ولكن كلها عملت برشا نقاط استفهام وجلال بون هو هذا كيتعرض معنا قصلو قص عروبي قال باه يقول هك في سويسرا وشادينك معنا تحت حمايه الشرطه قول قول شكون هو راه ظهر الفيديو ماهوش موجه للشعب التونسي باش يكونوا واضحين هذه مغالطه كبيره نقول له لا هو موجه للناس بطرفه قاعد يتفاوض معهم عنده ورقه يتفاوض معهم شوف معناتها واحد يسمصر بمعلومات عنده معلومات يسمصر بهم يقول لك انا يا خويا ما سيبوني ما عادش تهدوني توا ما عادش نهددكم انا معناتها سامحوني سمونتاج فما زوز انواع من المعلومات فما معلومه تجي خارج الاطار نتاع الخدمه تبدا قاعد وتقابل مع عباد وتسافر وتشوف ناس ويحكيوا لك وتقعد في قعدات تدخل في ديمونسيون اخرى فما لو كادر بروفيسيونيل نبدا قاعد شكون سيادتك هاي ها نقول فلان قال هكا فلان قال هكا ما فيها حتى مو مشكل معناها الحكايه الكل شنو هو الكادر نتاعك شنو هو الحجم نتاعك انا خويا الحجم نتاعي صحافي نقعد في كل الاطار نتاعي نتاع الصحافه مانيش محقق انا ولا مانيش تقول انت قاضي ولا سلطه قضائيه ولا سياسي ولا غيره ما ندخلش اي فما نقعد اعلامي صحافي نقعد الخبر ناقل المعلومه فما واحد يدخل في مداخل تو فما الاخر ندر شنو مشى لفرنسا وحكى معهم دافير ودر شنو هو الاخر يقلد في صوت ايش مدخلني في الحكايه في العجل اما هذه كلها انفستيغاسيون ترافايل دانفستيغاسيون انا نحكيو عليه بعد شويه لطفي بس بعد الفاصل نرجعوا لك نحكيو على ترافايل دانفستيغاسيون فما يقول لك صحافي اليوم انا معناتها عندي الحق بمشروعيه باش نعمل استقصاء في موضوع ما معناتها بعد شويه نحكيو في موضوع هذا راجعين في كاريكاتور